رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة الحسن صلى الله عليه وسلم، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، الثجلة عظم البطن، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، الصعلة هي النحافة والهزال، كأنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط، فليس هو بعظيم البطن وليس هو بذلك النحيف الدقيق الهزيل، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج شدة سواد مقلة العين، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وطف طول، وفي صوته صهل أي بحة، وفي عنقه سطع أي طول، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، أقرن أي مقرون الحاجبين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا، لا نزر ولا هذر، لا نزر، لا قليل الكلام فيتهم بأنه لا يحسنه، ولا هذر أي ليس كلامه هذرا كثيرا فاسدا، كأن منطقه خزارات نظم يتحدرن صلى الله عليه وسلم، ربعة يعني متوسط، لا تشنأه من طول، لا تبغضه لفرط طوله، ولا تقتحمه عين من قصر، لا تزدريه وتحتقره لقصره، غصن بين غصنين، أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا صلى الله عليه وسلم، تقول له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا قوله، وإن أمر ابتدروا أمره، محشود محفود أي مخدوم معظم، لا عابس ولا مفند.